أنت سألتني سؤال مهم حقيقة، وجدت من المهم جدا أن نناقشه هذا. و يعني هاي أسئلتكم، أي سؤال تسألوه حنضعه بالمنهاج للطلاب الجدد يعني. ها؟ أي عزيزي، فهو سؤالك بالله ممكن توضحه حتى نناقشه. نعم أستاذ، السؤال هو هوارد مينجر، يعني هو هم التقى بالكائنات الكونية وسافر وياهم، بس اي جوزيف سفر أينشتاين بالمناسبة، وسفره حقيقي جدا وأخذ للقمر، وحتى يصف شعوب القمر هوارد مينجر. نعم أستاذ، يا عزيزي جورج أدامسكي من التقى بالكائن الكوني آرثون، آرثون جاي من كوكب الزهرة، اي ففي البداية هو الكائن الكوني منعه أو يعني ما خلاه يقترب أو يدخل المركبة الكونية، لأن حتى ما يأثر على الجسم الفيزيائي أو صح، ما الخارجي. يقدر بالبداية. إيه؟ فالفكرة شنو بالموضوع؟ يعني بالبداية ما يقدر، بس بالأخير يقدر، يعني شنو الفكرة بالموضوع الثاني؟ هو تحياتي. أنا أريد أوضح للطلاب، هو صح بالتجربة الأولى جورج دامسكي باللقاء الأول ما قدر أن يدخل بالمركبة، بس بالكتب الأخرى هو أخذ بمركبة أخرى، أخذ بالجسم، يعني جورج دامسكي مش هوارد مينجر، جورج دامسكي بمركبة ثانية، يوضح يعني كيف بالمركبة أخذوه بمركبة وطاروا هيك حقيقة، والتقى بكائنات كونية بداخل المركبة، والتقى أيضا بقائد مشهور جدا، وبدأ يدرس جورج أدامسكي العلوم الكونية بالمركبة. فالطالب أخونا المبارك يسأل يقول كيف إذن هو بالتجربة الأولى باللقاء الأول مع آرثون ما قدر يدخل بالمركبة، إذن كيف بالمرة الثانية استطاع أن يدخل بالمركبة؟ وهذا الجواب يعني واضح، هو باللقاء الأول هو ما بيعرف الأحداث إيش، ننتبه باللقاء الأول آرثون ومركبة آرثون عندما هبطوا، طيب هو جورج دامسكي يعرف هؤلاء من الزهرة؟ فهي صدمة، يعني هي صدمة بالنسبة له، لأن هذا الأمر يحدث لأول مرة بحياته. أريد أن أوضح لكل طالب يسمعني، تكلموا ضد جورج دامسكي وقالوا أنه هاي مش مركبة حقيقية، وهاي بتاع يعني مركبة مصنوعة من النازيين، بس هذا كله خطأ. اتصالاته مع آرثون حقيقية جدا، جورج دامسكي، واحنا وضحنا ايضا بحلقات لماذا اتصالات جورج دامسكي حقيقية، وضحناها، وضحنا الأسباب، وضحنا أمور، تراجعون يعني قنواتنا. الآن خلونا بالرحلة الثانية، فبالرحلة الثانية أو أعتقد الثالثة أخذ بالمركبة، وبالرحلة الثالثة أعتقد المركبة هي تخص زحل، أعتقد هكذا، يعني هو جورج دامسكي داخل المركبة الآن. فالطالب يسأل يقول طيب كيف إذا استطاع أن يسافر بالمرة، خلينا نقول الثانية أو الثالثة؟ فالمرة الأولى ما يعملها، ما يقدر أصلا، لأنه الموقف الوعي هما ما يعملوها، يعني هو كيف يتفاعل مع الموقف؟ نتصور لو من أول مرة مركبة كونية، هو مشاهد بحياته مركبة كونية بالأرض؟ لا. وعندما خرج آرثون وجه لوجه مع جورج دامسكي هل يعرف هذا كائن كوني؟ لا، جورج دامسكي يعتقد ممكن هذا فلاح. اي فهي في المرة الأولى تكون غرابة، فهم الأمر، ننتبه الآن، فهم الأمر
عرف الوضعية أكثر، اقتنع أكثر، واتصلوا به جماعات أرثون، اتصلوا فيه مجددا إلى أن حانت اللحظة. هو مؤهل فكريا، روحيا، نفسيا، روحيا فكريا نفسيا، ها، أنه يصعد معهم. أتوا له بمركبة أخرى بطاقات مختلفة، ما هم عندهم العلوم بحيث يعملون مكان له. عندما يدخل بالمركبة يعملون مكان له بتردد يناسب طاقته. هذا مو صعب عندهم. شنو صعب عندهم؟ مو صعب عندهم. هل هوارد منجر من المرة الأولى صعد؟ لا، يعني هوارد منجر باتصالاته مش من المرة الأولى. أيضا أتوا إلى الأرض، الكائنات الكونية، وبدأ يعرفهم واتصالات وشيئا فشيئا، إلى أن قرروا أن يأخذوه. أوكي، هكذا. يا عزيزتي، ما هو سؤالك؟ أنت طرحتي أعتقد مناقشة مهمة نشاركها. نعم أستاذ، أنا يعني أستغرب على أي، كيف هم استطاعوا أن يفصلوا مجرة الأندروميدا عن يعني عن الفصل. مجرتنا الكائنات السلبية. نعم، فيعني يعني ليس سهل أن يفصلوها بهذا العدد، يعني مليونين سنة مليونين ضوئية. سنة ضوئية ببعد. إيه، بس هو نعم الفكرة هي، يعني هي حروب كونية ترى عميقة، احنا ما جايين نشاهدها. والكائنات الأوائل اللي هم زعماء وزعيمات الأكوان الإيجابيين والسلبيين، بهالمعنى. يعني هذه مو احنا من نقول دراكونيين، مو هذا الدراكونيين البسيط، لا، ملائكة عليا بطاقات عالية، عندهم الرموز والشفرات، وتصارعوا. اي، نعم أستاذ، يعني أنا يعني اندهلت لكيف هم استطاعوا أنهم يفصلوها بهذه يعني يعني مدة مليونين سنة، يعني مش سهلة البعد، البعد، يعني مع أنها البعد كانت بين بينهم. المجرتين. نعم يعني هي كانت مجرة واحدة وهم فصلوها. اي، بس هو من فصلوها، مو احنا ما نتصورها من العقل المادي، نعم يعني لا لا، هي مهم فصلوها. هو ممكن صارت حرب كونية، وبعدها معاهدات سلام، وبعدها ممكن مجرة الاندروميدان، ها، تركوا جزء منها. يعني اكو احداث شيئا فشيئا، ها، اصبحت تباعد. يعني هي مش، يعني هو مو مسألة يوم او سنة، بس هناك تفاعلية بين الطرفين، خلينا نقول بهالمعنى، ادى بالتالي حتى ممكن استسلام جزئي ممكن من الايجابيين، ما نعرف اللي صار. مو هذا كم عمره؟ هذا هو الأمر، بلايين من السنوات، من نرجع بلايين حتى تريليونات أصلا. أي، يعني الأمر مو احنا نقيسه من الفكر المادي، يعني مو نعتقد أنه حرب وفصل، لا، مو بهالطريقة. نعم شيئا فشيئا، ممكن شيئا فشيئا، وممكن ايضا استرجعوها مره، يعني ممكن وايضا حتى هاي المجره قبل، خلينا نقول تريليون سنه، مو نفس يعني مجره التبانه، هل هي نفسها بهالمنظومه قبل تريليون سنه؟ لا، ما اعتقد. كمجتمعات وكواكب مختلفه. يعني الان بعد الفصل، مو معناها انه الاندرومدان لا يتدخلون، لا، هي فصلت
بس ما هو نوع الفصل؟ هل هو فقط فيزيائيا؟ هل الاندروميدا الاندروميدا تدخلوا بعدها كثيرا؟ يعني هي الظروف عميقة هذه. بس أريد أقول لك، أنا باعتقادي أنه هي جزئيا قسم منها، من مجرة التبانة، جزء منها، أنا هذا اعتقادي، جزء منها، جزء من مجرة التبانة تحت سيطرة السلبيين، وجزء إيجابي من مجرة التبانة تحت سيطرة الإيجابيين. هذا بالسابق. بس الآن 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 أنا أريد أقول لكم فكرة مهمة. الآن السلبيين ما أعتقد هم المسيطرين، لا ما أعتقد. يعني أعتقد الآن لو نتكلم حول مجرة التبانة، هناك استرداد لأجزاء كبيرة إلى الإيجابيين، لو نتكلم يعني بهذا العمق. أي، نعم أستاذ، وإلا كيف تفسرين النهوض الكوني والصعود الكوني هذا؟ نعم أكيد أستاذ، هم يتدخلون والدليل هم يعملون ما بوسعهم لإرجاعنا لهم، فهم أيضا يتدخلون منذ مدة، لكن هناك ربما ما أن كما قلت هناك يعني صلح وحرب وصلح، وأيضا مفاوضات مستمرة. إيه؟ حتى أن الأكوان أيضا تتوسع، فلن تكون يعني هذا الجزء هو الذي كان من قبل ملايين السنين، طبعا سيكون توسع أكثر صح. مما آه، كان. إيه، رائع جدا. إيه؟ الأكوان دائما بتوسع فعلا. إيه؟ وبناء جديد، وحتى مجرات جديدة، خلق يخلقون مجرات جديدة باستمرار وبسرعة بالمناسبة. يعني هكذا. أوكي، كون عظيم يبارك روحك وحياتك المقدسة. استلمي ضوء الأكوان واعرفي يا أختنا أنت ضوء أبدي، تعيشين دائما محبة أبدية اليوم وكل يوم.